بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین ثم آمین. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 پڑھے تھے، آج ہم اس کے آگے 64, 65, 66 آیت نمبر پڑھیں گے، تو آپ اسے بغور سنیے اور میرے پیچھے پیچھے دہرائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد دال پہ جزم ہے، قلقلہ ہوگا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. آج بس اتنا، ایک بار اور دیکھیں غور سے. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم. آج کے لیے بس اتنا. آپ اس کی بار بار تصحیح کرنے کی کوشش کیجئے اور غور سے سنیے پھر دہرائیے, انشاءاللہ آ جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.